أفاد مراسل العربي بأن عشرات من المستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، وأبعدت القوات الإسرائيلية عددا من المصلين عن المسار المعتاد للاقتحامات التي تتزامن مع الاحتفال بما يعرف بيوم الغفران اليهودي. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد جرادات مباشرة من القدس. أهلا بك أحمد، هل ما زالت هذه الاقتحامات مستمرة وماذا في التفاصيل؟ تفضل. نعم بالفعل فرح، هذه الاقتحامات مستمرة ومتواصلة منذ الساعة 7 صباحا، وهي الساعة التي فتحت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين. المجموعات تواصل اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، وتأتي هذه الاقتحامات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى هي اقتحمت بزي يشبه زي ما كان يعرف بكهنة المعبد، وأيضا حفاة الأقدام في طقس تلمودي و يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع يوم الغفران، وهو أحد الأيام الأكثر قداسة لليهود، والذي أيضا تأخذ هذه الاقتحامات شكلا دينيا للمسجد الأقصى المبارك، بمعنى أنه خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يقومون بأداء طقوس تلمودية، يقومون بمحاولة تنفيذ ما يسمى بالسجود الملحمي على أبواب الأقصى أو داخل الأقصى تحديدا في المنطقة الشرقية عند مصلى باب الرحمة. ومن ناحية أخرى هناك محاولات لتغيير الوضع القائم في داخل الأقصى، وهناك أيضا من يقول أن الوضع القائم الموجود حاليا داخل المسجد الأقصى المبارك لا يشبه الوضع القائم الذي كان قبل عام 2003، وهو العام الذي أعاد الاحتلال الإسرائيلي فتح باب المغاربة بالقوة ومن طرف واحد بعد إغلاقه فترة الانتفاضة الثانية. ومنذ تلك الفترة نشهد بعد عام محاولات لتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك من خلال أخذ هذه الاقتحامات شكلا مختلفا، شكلا دينيا، محاولة أداء الطقوس التلمودية، لبس ملابس لها رموز دينية داخل الأقصى، إضافة إلى الدروس الدينية التي تعقد داخل الأقصى وتحديدا في المنطقة الشرقية وهي منطقة مصلى باب الرحمة. هذه الاقتحامات متواصلة، حتى قبل ساعة كانت التقديرات تشير إلى اقتحام أكثر من 250 مستوطنا، ولكن بعد نصف ساعة من الآن سيغلق باب المغاربة على أن يعاد فتحه عند الساعة 1:30 وحتى الساعة 2:30، وهي ما تسمى بالفترة المسائية من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. بالأمس اقتحم قرابة 660 مستوطنا الأقصى، وكانت هناك محاولات من قبل هذه الجماعات التي اقتحمت الأقصى لأداء الطقوس للرقص وللغناء على الأبواب ومحاولة استفزاز المصلين داخل الأقصى. أيضا تشهد هذه الفترة واختزامنا مع الاقتحامات محاولة من الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على دخول المصلين، فمثلا من هذا الباب، باب السلسلة الذي يؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، يمنع الاحتلال دخول أي مصل إلى المسجد الأقصى من هذا الباب. على باقي الأبواب هناك حالة من التقييد، تم اعتقال شاب فلسطيني من داخل الأقصى تزامنا مع هذه الاقتحامات، وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي فرح تحاول إبعاد المصلين من مسار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، والتي تبدأ من باب المغاربة ومن ثم من أبواب المسجد القبلي باتجاه المنطقة الشرقية ومن ثم إلى صحن قبة الصخرة، ويخرج المقتحمون من هذا الباب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. هذه الفترة هي فترة حساسة وقد تشهد تصعيدا أيضا من المستوطنين، لا سيما أننا نتحدث عن فترة أعياد يهودية، وستستمر هذه الأعياد حتى مطلع الشهر المقبل، وفي عيد العرش أيضا تتحضر ما تسمى جماعات الهيكل لتوسيع هذه الاقتحامات التي قد تصل إلى مئات أو آلاف على مدار 5 أيام. شكرا جزيلا لك مراسلنا أحمد جرادات، كنت معنا من القدس. قصفت قوات الاحتلال نقطة حدودية تابعة للمقاومة وسط قطاع غزة ودمرتها بشكل كامل، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال قصف الموقع بالطائرات المسيرة ثم عاود واستهدف المواقع ذاتها بالقذائف المدفعية. وتأتي عملية القصف في ظل استمرار المظاهرات الحدودية على السياج الحدودي شرق غزة لليوم 9 على التوالي، وذلك رفضا للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى. في سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة إن 6 مواطنين أصيبوا برصاص الحي بجراح مختلفة وصفت بالمتوسطة، بينما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال القنابل الغازية باتجاه المتظاهرين. تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا ومركز ولاية جنوب دارفور،
وقال شهود عيان إن عددا من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في حي النهضة جراء القصف المتبادل. وأشاروا إلى صد الجيش هجوما شنته قوات الدعم السريع منذ صباح الأحد من 3 محاور على طريق حي كردي في الاتجاه الجنوبي الشرقي، وحي المصانع بالاتجاه الشرقي، وحي الكونغو جنوب.